للمزيد من التفاصيل بينضم إلينا من الأقصر مراسلنا من هناك مينا مكرم. أهلا بك مينا، حتى الآن يعني ما أبرز ما تم التأكيد عليه حتى هذه اللحظة؟ بالفعل ولاء، لازلنا نتابع فعاليات اليوم الأول لمؤتمر مصر تستطيع بأبناء النيل من محافظة الأقصر مدينة الشمس. نتعرف أكثر على المزيد من تفاصيل هذا المؤتمر وأهم المحاور الرئيسية المناقشة في هذه الجلسات البحثية من خلال لقائنا مع وزير الدولة للإنتاج الحربي اللواء محمد العصار. برحب بحضرتك مع الوزير. أهلا وسهلا. مع الوزير، لو تطلعنا أكثر على مشاركة حضرتك في هذا المؤتمر في دورته الثالثة، ومعروف أن وزارة الإنتاج الحربي كان لها اهتمام كبير في المؤتمرات السابقة واستفادة كبيرة أيضا من أهم ما تم الوصول إليه من خبرات المشاركين من علماء مصر في الخارج. هو زي ما حضرتك تفضلت وقلت، احنا فعلا من خلال المؤتمرين اللي فاتوا تقابلنا مع بعض علمائنا في الخارج اللي اشتركوا في هذه المؤتمرين واستضفناهم عندنا، وبدأنا في تعاون مثمر جدا في مجالات مفيدة جدا. كل العلماء المصريين في الخارج اللي بيحضروا المؤتمرات دي عندهم تكنولوجيات وبيشتغلوا في أماكن فيها علوم متقدمة وفيها خبرات. المؤتمرات دي وسيلة فعالة للاستفادة من هؤلاء الخبرات، وبالتالي فعلا احنا لما قعدنا معاهم واستفدنا من علمهم، سواء يعني مثلا الدكتورة هدى المراغي والدكتور وجيه المراغي بيعملوا في كندا واحنا قعدوا معانا وشرحوا لنا موضوع الثورة الصناعية الرابعة اللي هي اندستري 4.0، وشرحوا المفاهيم بتاعتها، واوفدنا وفد من عندنا مركز التميز العلمي والتكنولوجي التابع لوزارة الانتاج الحربي، واطلع اكتر على تفاصيل هذا الموضوع، واتفقنا ان احنا نعمل يعني ايفنت نستضيفها هنا في مصر بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لإطلاق موضوع الثورة الصناعية الرابعة في مصر، ودي حاجة مهمة جدا في غيره كثير من العلماء. وأنا يعني أنا عايز أركز برضو على الأحداث بتاعت النهاردة. النهاردة المؤتمر احنا حضرنا جلستين، جلسة خاصة بإدارة المياه وجلسة خاصة بتكنولوجيا المياه. كل دي موضوعات في غاية الأهمية في هذه المرحلة. احنا عندنا بنواجه تحدي في موضوع المية. احنا في وزارة الانتاج الحربي لنا دور يعني كبير في موضوع في تصنيع الوحدات، المحطات تحلية المياه وتنقية المياه ومعالجة الصرف الصحي، وبنشترك في أبحاث مع وزارة البحث العلمي في انتاج محطات للتحليه المياه بطاقه 4 متر مكعب في اليوم و22 متر مكعب في اليوم، تعمل بالطاقه الشمسيه، وان شاء الله هنصل الى المنتجات الصناعيه بتاعتها قريبا. ايضا بنعمل مع البحث العلمي في انتاج مضخه للضغط العالي اللي بتعمل في موضوع التحليه. بنحاول نصنع الممبرين اللي هي الاغشيه اللي هي المكون المهم جدا في محطات التحليه والتنقيه والمعالجه، بالتعاون ايضا مع البحث العلمي. بنتعاون مع دول اجنبيه مثلا زي بيلاروسيا وزي الولايات المتحده من خلال شركات بتجيب لنا تكنولوجيات حديثه، عشان التحدي اللي احنا بنواجهه في مصر ممكن بواسطة التكنولوجيات جديدة للتحلية والتنقية والمعالجة بتقلل المساحة الأرض المطلوبة، بتقلل التكلفة، بتقلل الطاقة المطلوبة. ده كل ده بيخلينا نقدر نواجه التحدي ده بصورة فعالة أكتر. المؤتمر النهاردة لغاية دلوقتي ناجح جدا وفعالياته مهمة جدا، وأنا معايا 4 من زملائي اللي بيشتغلوا رؤساء شركات المعنية في الإنتاج الحربي، ونكمل مع العلماء الموجودين وحنستضيفهم عندنا سواء في الوزارة أو في المصانع لمزيد من الاستفادة إن شاء الله.
كل التوفيق لكل هذه الجهود معالي الوزير. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا للواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي على هذا اللقاء. شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدينا الكرام، كان لنا هذا اللقاء الخاص مع وزير الدولة للإنتاج الحربي على هامش مشاركته في عدد من الجلسات الفرعية، فضلا عن مشاركته أيضا في الجلسة الافتتاحية اليوم. وزارة الإنتاج الحربي حاضرة بقوة في هذا المؤتمر الثالث لمصر تستطيع بأبناء النيل. عدد كبير من المشروعات والملفات والمحاور الرئيسية التي يتم مناقشتها لتعظيم الاستفادة في كافة المجالات الخاصة بالموارد المائية والري والزراعة، وكيفية استغلال ما تنتجه وزارة الإنتاج الحربي في هذه المجالات لتوفير فرص كبيرة من الاستغلال الأمثل لكل هذه الموارد وهذه الصناعات أيضا المنتجة من قبل وزارة الإنتاج الحربي، بالتعاون طبعا مع عدد من الوزارات المعنية الأخرى المشاركة في هذا المؤتمر. إليك ولا. بشكرك مينا مكرم على كل هذه التفاصيل، وطبعا الشكر موصول لضيفك اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي. شكرا لك.